السلام عليكم، معكم احمد الفاتني. تكون كاملين بخير وتبقى تفرج في هذا الفيديو. قبل ما نبدا هذا الفيديو هبط لتحت ديال سبسكرايب، انت باقي ما دير سبسكرايب، خلي لي واحد لايك، خلينا نشوفوا في هذا الفيديو شحال نقدروا نوصلوا من لايك. 100,000. الفيديو اللي معنا الاصدقاء غادي يكون حرفان، هي اننا غادي نعرضوا اذكى 10 اشخاص موجودين في العالم. الا جيت تسول كتعني اذكى واحد كعرفتيه في حياتك تكون هو، عرفتي واحد هادو اللي جايين معايا اليوم اذكى واحدين من هذوك اللي كتعرف حتى. الشخص الاول اللي معنا في هذا الفيديو هو واحد الشخص ساكن في واحد الدوله اجنبيه اللي عنده واحد القانون انه ميمكنش تطلع المترو ديالك وتطلع مع الكلب بلان. وانا دابا غادي للدار ديال خالتي، والدار ديال خالتي فيها البراش الصغار، والبراش الصغار عزت عليهم الكلب نجيبوه باش يبقى يلعب معاهم. كيفاش غندير هذه الفكره؟ جات عندي فكره الاصدقاء. ايه بوبي هو اجي تخش عندي في كيس الاصدقاء، انا الكلب سميته بوبي. اجي تخش عندي في الكيس الكلب ملي غادي يجي الاصدقاء يقول لي كيفاش ندخل في الكيس، واش مسطر تطلع عليه ولا كيفاش؟ نقول لي لا بصح حاجه يدخل في الكيس صح. وداك الشيء دار الاصدقاء، خذ الكلب ديالو خشيه في الكيس الاصدقاء، المهم هو دوزو في المترو وداه للدار ديال خالتي. واللي كيضحك الاصدقاء هو ان الكلب راه كان لداخل مخشي راسه، ولكن انا كنظن انه حس بالملل ولا بحال هكا وطلع راسه الفوق باش يشم شويه الهواء ويتنفس ويدي مع الناس. الشخص الثاني الاصدقاء اللي معنا في هذا الفيديو هو واحد الشخص مشى للمخيم، وكيف ما كتعرفي النظام ديال المخيمات كيكون فيهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي، داكشي علاش كيقرروا انهم يحيدوا لهم التليفونات واي حاجه كتربطهم مع الكونيكسيون باش انهم يقدروا يستمتعوا اكثر. جاو عندهم دوك الناس المشرفين اللي تيكونوا هما اللي مهتمين وتيكونوا هما اللي مقادين داكشي، قالوا لهم اليوم غادي ديروا حاجه هي انكم غادي تكتبوا رسائل باليد ديالكم للوالدين ديالكم. كيف ما كتعرفوا الاصدقاء الوالدين ما غتبقى تسولهم من بعد اسبوع دابا باش مشاو، اسبوع باش كانوا مشاو دابا للرحله ديالهم، غيبقى يسول والديهم كي ناسين مساكن واش كانوا شي حاجه واش صبرك، عارفين الوالدين الاصدقاء. المهم داكشي اللي داروا قالوا لهم ما غيتاكلوا حتى حاجه الا اذا صيفطوا رساله للوالده ديالكم. خونا الاصدقاء اش دار؟ كلهم صيفطوا الرساله ديالهم عاديه، وكيف ما كتعرفوا ان دوك الاشخاص دوك المشرفين ما غاديش يقراو الرسائل، اذا غادي يصيفطوهم ديريكت الام ديالهم حيت خصوصيه. جا نهار الاصدقاء اللي غادي يوصلوا الرسائل للوالدين ديالهم، ديك المره الاصدقاء اللي داك الولد ذاك الاصدقاء وصلت الرساله لمو، ما عادش جات الرساله قبل ما تحلها كتقول انا غادي نشوف صافي دابا غادي نعرف واش ولدي قداش توحشني واش توحشني ولا لا، وغادي نشوف الرساله صيفطت ليا واش تيعبر لي على شي حاجه واش بغا يقول لي شي حاجه. من جات الاصدقاء شحال الرساله كتب الاصدقاء الى امي العزيزه مزو عليا باش نكتب هذه الرساله هذه باش ناكل. السميه ديالو لتحت والتوقيع ديالو. اللي باقي ما فهمش الاصدقاء الظن هو انه كيفاش، هو انهم قبل ما يتغداو ولا ياكلوا ما عرفتش، المهم جاو عندهم دوك المشرفين حطوا لهم الماكله، قالوا لهم ما غاديش تاكلوا الا اذا صيفطوا واحد الرساله للوالدين ديالكم كتعبروا لهم على التوحشات ديالكم، زعما راكم توحشتوهم وكتبوا لهم شي رساله عبروا فيها لكم. جاوهم يعبروا شوفوا واش كتبوا لهم. كنتوقع الاصدقاء انه من بعد هذه الرساله هذه الوالد ديالو غادي يصاوروا دوك الناس المشرفين غادي يقول رجع لي والدي دابا نجي نتفاهم معاه. هاد الشخص الثالث الاصدقاء اللي معنا اليوم هو اكثر واحد هربوا لي الاصدقاء من هاد خوتنا هادو اللي دوزنا كاملين. كيف ما كتعرفوا الاصدقاء ديما كيكون واحد خونا اللي كيشجع الفريق ديالو كيكون متعصب بزاف، يعني الا مشى تخسر الفريق ديالو ما غاديش تلقاه بالدرب 3 ايام 5 ايام، المهم تلقاه تعصب بحال ما تيجي واحد يزيد عليه. هاد خونا هذا واحد منهم، ديما الفرقه ديالو ولا النادي ديالو ملي كيكون لعب هو اول واحد كتلقاه حاضر موجد تيفويات لعيبات كلشي هو هذاك، ديما كتلقاه هو الاول في البلاصه القداميه كيشجع الفريق ديالو. دار شي بلان بحال هكا ما عرفتش كيفاش، منعوه ما انه شهر ما يدخل يتفرج في الفريق ديالو. قال والدي شهر انا ما ندخلش نتفرج في الفريق ديالي وهو اعز حاجه عندي وما ندخلش نتفرج فيه، كيفاش من بلان دابا مانعين عليا ما نحضرش نتفرج في الفريق ديالي وانا الفريق ديالي غدا لاعب، كيفاش البلان؟ شو الاصدقاء الجايين ديك اللي تكون رافعه ما عرفتش ما عرفتش سميتها، شو الاصدقاء الجايين ديك اللي تكون سميتها رافعه والله ما عرفتش كيف سميتها، يمكن كيدير ملي كيبغي جايبها من الشارع اصدقاء وطالع المهم ويتفرج الفريق ديالو. تخيل مع الاصدقاء شاري هذيك اللعيبه غير باش يتفرج فيها في المباريات ديالو، كيدخل الاصدقاء لذاك الموقع ديال الكره كيقول تصطط الفريق ديالي ما لعبش اليوم لعب غدا غادي يمشي يجيب الرابعه يقول ما غادي تيخو وسط الشارع تيطلع عند اللعيبه يجي مع التيفون الدرابو يدير الوسائل ويشجع الفريق ديالو بخاطره، ميمكنش هو اللي تبان من عوني ما حضرش نتفرج الفريق ديالي ميمكنش. هاد الشخص الرابع اللي معنا الاصدقاء هو واحد الشخص يلاه دار عملي على النيف ديالو الاصدقاء، والطبيب منعو انه ميبقاش يدير النظر. اش قال لي؟ قال لي كنلاحظ انك انت كدير النظر ياك؟ واه كندير النظر علاش تسولني؟ حيت بلا النظر ما غنقدر نشوف شي حاجه. عندي لك واحد الخبر شويه مؤسف ما غاديش يمكن لك تبقى دير النظر من اليوم. كيفاش بلان؟ كيفاش وعلاش؟ المهم انا غادي نشرح لك البلان. ملي كنجيو كنحطو النظر بحال هكا كتحطو لينا في النيف ديالنا، اذا انت يلاه داير عملي على النيف ديالك يعني ما غاديش نبغيو باش تخسر لينا العملي ديالك، داكشي علاش غادي تبقى دير النظر ديالك. صافي يا سي الطبيب ان شاء الله ما غادي يكون غير خاطرك ما نبقاش ندير النظر فوق النيف ديالي.
صراحة أسطورة الأصدقاء، أسطورة الصراحة، لقى فكرة جديدة، نقلي ما خلى ليه ما يقول، دار النظر ديالو ما حطمش فوق النيف ديالو، جاب كاسكيطة وربطها مع النظر، المهم ما يلقايش النيف ديالو، طيب ما خلى ليه ما يقول، أشنو؟ قلتي لي ما يحطوش فوق النيف ديالو، يلاه داير عملية، صافي راه هو طلع مع النظر وعقد مع الكاسكيطة. الشخص الاخر اللي معنا اصدقاء هو واحد الشخص كيقلب على خدمه، مشى لواحد الشركه حط الوراق ديالو، قالوا لي دوك الناس اللي كاينين في الشركه خلي لنا النمره ديالك وحنا غادي نصاونوا ليك الا كان شي حاجه. خونا خارج طالع عليه الدم الاصدقاء، قال باينه غير صدروني ما غادي يكون حتى شي حاجه، ما يعيطوا لي ما والو. وبالفعل الاصدقاء الغد لي الشركه صاونوا لي، قالوا لي خونا حنا قبلناك ولكن غير خصك تصيفط لينا واحد الصوره ديالك تكون ضار فيها الكوستيم ديالك وصيفط لنا في الايميل. قال لهم صافي هو خا ميكون غير خاطركم. قطع المكالمه الاصدقاء، مشى كيقلب على كوستيم في الماريو ديالو، ما لقاش عنده كوستيم. ما طلعش ليه الدم الاصدقاء، ديك الساعه خرج مشى كيجري مشى السوق كيقلب على شي كوستيم يشري باش يشري، مع لقى واحد مع باغي يشري يقلب جيبه ما لقاش عنده فلوس. هو رجع الاصدقاء للدار ديالو كيبكي وطالع ليه الدم ومغضبان والحظ ديالو والزهر ديالو، ولكن طاحت عليه فكره. دخل الاصدقاء لجوجل خلى التصوره ديالو، دخل كيقلب على شي واحد لابس بحال الكوستيم ديالو، لقى واحد جا هو يلصقو معاه بوم. كيف كتشوف الاصدقاء لصق الوجه ديالو مع الكومبري ديال داك السيد ومشات الامور مزيان والسيد خدام مسكين. الشخص اللي معنا الاصدقاء هو واحد الدري كيكون دوك لي جيمر اللي تيكونوا تيلعبوا بزاف لانهم ما كيفرقوش البيسي ديالهم، كيبقاو مقصرين في فورتنايت فورتنايت فورتنايت. واحد النهار الوالده ديالو خارجه بالطوموبيل في الدار ديالها كتسركل، غيبانوا ليها الرجاله مقصرين كيلعبوا داما، الشمس مزيانه، الدراري مقصرين ماسه في الدرب بكره. الام الاصدقاء شنو قالت في راسها؟ انا غادي نمشي نكلم الولد ديالي، غندخل ندوي معاه، نقول له خرج تلعب شويه مع الدراري كره قصر اي حاجه، ما تبقاش انت خاشي وجهك في البيستي بزاف. داكشي درت بالفعل الاصدقاء، دخلت باش تكلم الولد ديالها، قالت لي ولدي الجو برا كاين زوين، خرج تلعب شويه مع الدراري. قال لها اوكي الويده مرحبا، بسم الله، هز البيستي ديالو وخرج لبرا، هز البيستي ديالو وخرج لبرا وخرج لبرا وقصر فورتنايت. الام مسكينه حطت هاد التصويره هذه وكتبات معاها انا ولدي قلت لي خرج باش تلعب مع الدراري الكره وتستبدل الجو ديالك، هو خرج مع البيسي وكمل تيقصر في فورتنايت. واصاحبي مبارك عليك اصاحبي، شاد الليفل وصلتيني مع فورتنايت. السيد السابع اللي معنا ولا ما عرفت الثامن ولا ما عرفت السادس، المهم طقنا هذا السرح. السيد اللي معنا دابا هو واحد السيد مشى للسوبر ماركت عز عليه داكشي الشوكولات والمسائل، السيد الناس اللي لابس عليهم بوزات المسائل ما تيبغيش واحد يتحكم فيه بحال هكا، مشى للسوبر ماركت دخل باص ديال الشوكولا، لقى واحد البيمو سميتو تيك 5، مشى هو لديك تيك 5 هزك البيمو بحال هكا، تيك 5 زعما خذ 5 علاش ناخذ انا 5. الميكروب الاصدقاء اش دار؟ هز ديال البيموات تيك 5 زعما راني خديت 6. الشخص الثامن اللي معنا في هذا الفيديو هذا هو واحد الشخص كان جالس في القسم ديالو، واحد شويه دخل عندهم الاستاذ ديالهم وقال لهم خوتنا عندي لكم واحد الفرد مفاجئ. كيفاش البلان فرد مفاجئ؟ فرد مفاجئ، حيدوا الكرطابيلات ديالهم حطوهم حدا السبوره، خلاو الادريس ديالهم المسائل وكانوا موجودين مع حطلان المرقه. وكنتوقع الاصدقاء ان هاد خوتنا كانوا كيقراو ايما في داك الثالث ابتدائي ولا الرابع ولا الخامس. المهم خونا الاصدقاء اول سؤال حطوا لهم قال لهم هو حطوا لي واحد العدد واحد في الخانه ديال المئات. هو داخل اصدقاء ما عرفش فين حط داك الواحد، واش في البلاصه واش في الاول ولا الوسط ولا في الاخر، هنا في بلاصه في المئات. كيف ما كتعرفوا انا في البلاصه ديال الخانات كتكون مضربه المئات هنا الواحد العشرات هنا وهنا الوحدات. السؤال الاول اللي قال لهم هي انكم حطوا لي العدد واحد في الخانه ديال المئات. هذاك السيد الطالب مسكين معناها ما عارفش، قال لهم اوه انا فين غادي نحط داك العدد واحد، واش بلاصه المئات، ما عرفتش انا فين كاينه بلاصه المئات، واش هنا ولا هنا ولا هنا. اجل هو كتب لهم 111، يعني المهم راه الواحد كيمشي واحد من هذوك يعني راه صحيح. يعني الواحد غادي يكون اما هنا اما هنا اما هنا، وبالفعل الاصدقاء الجواب ديالو صحيح. السؤال الثاني الاصدقاء هو ان نطلب منهم الاستاذ انهم يحطوا اي عدد، ولكن اهم حاجه هو انه يكون عدد 6 في الخانه ديال العشرات. خونا اجدر 666 يعني العدد 6 كيف العدد ديال العشرات. السؤال الثالث كتب لي اي عدد ولكن العدد 2 يكون في الوحدات. 222. السؤال الرابع كتب لي اي عدد ولكن العدد 3 يكون في الخانه ديال المئات. 333. وبالفعل الاصدقاء عنده جواب صحيح، الاستاذ ما خلى لي ما يقول، حط لي النقطه كامله. قول لي شنو هي اللقطه اللي عجبتك في هذه الحلقه هذه، واذا عجبتكم هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نردوا هذه السلسله، غير خلي لي واحد لايك وانا غادي نضرب ونقسم وندير العمليات ديالي، وان شاء الله غادي تكون في سلسله معنا وندوزوها في الفيديوهات الجايه. خليني ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله من بعد 3 ايام 4 ايام غادي يكون معكم فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم، كان معكم احمد الباط.